في اليوم الأول من الشهر الأول من العام 2019، ومشاهد الإرهاب لا تزال تضرب بأبشع صورها الجنوب الليبي. هذا ما حدث في منطقة غدو الواقعة جنوب سبها، والتي شهدت اشتباكات دامية بين قوات تابعة للجيش الوطني مدعومة بأهالي المنطقة والمناطق المجاورة ضد تنظيم داعش، الذي لم يتوانى في تنفيذ أسلوبه المعهود، حيث قام بتفجيرين انتحاريين خلفا 3 قتلى و4 جرحى. قاعدين في خدمة الوطن إن شاء الله، حتى بعد ما تجردنا من السلاح قاعدين في خدمة الوطن. نحن ما عندنا إشكالية مع أي مكونات الجنوب، نحن مشكلتنا مع الخوارج والدواعش، ورغم وجعنا ورغم ألم الجنوب إن شاء الله نوقفه من جديد. مستشفى ثراغن العام ومع قلة إمكانياته، إلا أنه فعل ما بوسعه لتقديم الإسعافات للجرحى ومن قبلهم الأسرى الذين تم تحريرهم من قبضة داعش بعد أن وقعوا في الأسر ما لا يقل عن شهرين. في هذه الليلة المباركة التي تم فيها الإفراج عن أخوتنا المفقودين من تازربو والفقهة، وحبينا في هذا المقام أن نقوم ولو بشيء بسيط، وجبة بسيطة أنا وزملائي، مساعدة منا إليهم، والحمد لله على سلامتهم في هذا. عام أطل بوجه حزين ملأ ساحات الجنوب، غير أن الأمل في أن ينتهي الإرهاب هو الحاضر في نفوس المواطنين، خاصة بعد عملية إنقاذ المختطفين من الفقهة وتازربو وملاحقة أهل الجنوب لداعش وعزمهم الكامل للقضاء عليه.